شورف مرحبا بك على قناه مغارب نيوز. اول حاجه زكريا شورف بعد ما شفنا يوسف لانه شاب مغربي بحالنا بحالو مات في ظروف غامضه ما عرفناش الظروف حادث سير ولكن الاسباب مجهوله، كيف ما خرجت الام ديالو بتغريده اللي دارت ضجه كبيره. جمهور فريق الرجاء وفريق الوداد خادوا بالتغريده ونشروها وكتبوا على الجدار، داروا ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي. بغينا نعرفوا الرد ديال زكريا شويرف لانه كيحمل قميص فريق الرجاء والوداد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يخص هذا الموضوع اللي موضوع اثار ضجه وخصو يدير هذه الضجه، لان الروح عند الله عزيزه، ها الروح عند الله عزيزه، ومع عمر اللي كيقتل ما غيتفضح غيتفضح. هذا اون جينيرال، مي حنا ما عرفناش الملابسات ديال القضيه. حنا سيدي كمسلمين بغينا نعرفوا ملابسات ديال القضيه. يوسف مات الله يرحمه، الله يجعله الله يسكنه فسيح الجنات ديالو، والله يرحم جميع المسلمين. يوسف هنيئا له لانه كسب العطف وخد ادعيه، دعوا معاه الناس محظوظ الحمد لله، دعوا معاه الناس دعوات الغريب دعا معاه. هذا الشيء اللي كاين اللي ما كانش كيعرف ودعا معاه في الموت ديالو، ولذلك الله يرحمه. والوالده ديالو من حقها تتفاعل بديك الطريقه لانها فلدت الكبد. الولد ديالها اللي توفى بغينا نعرفوا اشنا هي الظروف. سيدي توفى مات مشى عند الله، ماشي مشكل مشى عند ارحم الراحمين. المشكل ماشي هو، المشكل كيفاش تمات. هذه رساله للحموشي وبرافو عليه، لان القرار الجديد هو انه غيتم اتخاذ اجراءات اسيدي وغيكون البحث. هذا الشيء اللي بغينا. تحيه للامن الوطني، انا عارف للامن الوطني، وتحيه للحموشي اللي انا عارفه باللي كيوقف في هذه القضايا الكبرى. كيف ما شفنا الحموشي تفاعل والرد كان سريع ديالو، لان هذا الموضوع كان موضوع ساعه، والحموشي ديما كيدخل على الخطوط من هذه القضايا لان القضايا مهمه. الحموشي انا ما يعني تبارك الله عليه، لان خصو يدخل في هذه القضيه وبرافو عليه فاش لبى النداء ديال هاد الناس وديال الناس اللي تعاطفوا معاه، الله يجازيهم بخير. والحقيقه اللي بغيت تقال يوسف خصنا كلنا نقولوا بصوت واحد، جميع المسلمين ماشي غير المغاربه، يقولوا العداله ليوسف والعداله لاي واحد مات، العداله لاي واحد مات في ظروف غامضه. حنا سيدي كاين التشريح، كاين سيدي البحث، كاين الكاميرات، خصنا سيدي نعرفوا علاش هاد السيد مات. الا مات موت الله ماشي مشكل، ولكن الا كان قتل وتعمد القتل حنا ما غنسيئوش الظن، ولكن نشوفوا شنو كاين. الام غترتاح شويه باش الام ديالو ترتاح، وتا حنا نرتاحوا لان حنا بقينا مبرزطين، لان الشعب بقى مبرزط. وتحيه للجماهير الرجاويه، بما انه ينتمي الفصيل الجرين بويز فتحيه ليه من هذا المنبر، تحيه للجرين بويز الالترا اللي شخصيا الحمد لله يعني لقيت معاه واحد الترحاب كبير، وما عمر شي واحد اداني في ليزيوت الحمد لله. يعني من نهار بديت كنتعرف صراحه بهالتوني ولا الجاكيطا الحمد لله، للجرين بويز للوينرز للايجلز الحمد لله، عمر شي واحد مدوى معايا، ما عمر شي واحد اداني الحمد لله. تحيه لهاد ليزيوترا، ما ديرش ما تخافش. في الحقيقه تحيه للناس اللي ناضلوا وبارطاجوا وتساعدوا. حنا المغاربه الحمد لله حنا مسلمين، ومعروف علينا اننا كنضامنوا مع بعضياتنا في هذه المواقف صراحه، ولذلك حنا خصنا نضامنوا مع يوسف، وخصنا كلنا. وتحيه لكاع الفنانين اللي خرجوا فيديو، او ماشي كاع فيديو، خرجوا دي ستوري وقالوا العداله ليوسف. انا كنحييهم، هكذا خصنا نضامنوا، ماشي التفاهات وهذا، خصنا سيدي نضامنوا في المواقف اللي بحال هذه. ورسالتي انا لكاع الناس ديال جرين بويز والايجلز، احنا كنا خصنا نتاحلو. كلشي يدير تصويره يوسف، كلشي خصو يدير تصويره يوسف في البروفيل ديالو، في الكوفرتور يدير سيدي العداله ليوسف. علاش سيدي؟ باش حنا نكونوا كمسلمين درنا الواجب ديالنا، هذا راه واجب باش يوسف يعني ياخذ العداله ديالو، ونعرفوا الملابسات والام ديالو ترتاح وحنا نرتاحوا كمسلمين اولا، ثم كمغاربه، ثم كرجاويين وودادين. ورسالتي انا الحموشي كنقول ليه الله يرحم الوالدين الحموشي على التدخل ديالك،
وكمل في البحث، كمل في البحث، لان احنا غيورين 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 على اي مسلم بحالنا، غيورين عليه بطبيعه الحال. وهذه ما تبغيش حتى الكافر، راه كافر يهودي الى مات راه ما تبغيش يموت، ماشي هادشي اللي وصلنا عليه الاسلام. خاصنا نضامنوا معاه، خاصنا نضامنوا مع خونا يوسف. و واش نقول لك، نتمنى في اقرب وقت، اقرب وقت تكون الميساج باش حنا نرتاحوا والام ديالو ترتاح. ورسالتي الام ديال يوسف، نتمنى هذا الفيديو اللي كان شافته ولا شافوا شو ابن عائلته ولا شافوا الناس، قول الله يصبرك وحنا معاك، احنا معاك. هي يعني خصها تحمد الله وتشكره لقات معها الناس اللي منسينا ونسوها وتضامنوا معها. وتحيه لها مسكينه، وانا مقدرها اختي، انني الحمد لله عندي ام ديالي وعندي اب ديالي، وحاس حاس حاس بالدور ديال الام. نعرف الدور ديال الام، دور اللي لان الابوين راهم مقدسين، مقدسين الله عز وجل راه وصانا باش باش نكونوا مرضيين معاهم. فانا حسيت بها والله العظيم، حسيت بهذه الام، لان انا عندي ام الله يخليها لي والله يخليها لجميع الناس واللي ميتين لهم والديهم الله يرحمهم. والله العظيم الا بواحد النبره حزينه كنقول لها الله يصبرك، وانا حاس بك صراحه، حاس بك، وان شاء الله ما يكون على الخير، وغيعوضك الله، غيعوضك الله، لان اي حاجه كتوقع فيها خير وربي سبحانه وتعالى غادي يعوضك. وكنا للموت، كنا غادي نموتوا، غا هو بغينا، بغينا نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يبان الحق ديال يوسف، يبان الحق ديال يوسف. وتحيه لرجال الامن لانهم كيديروا خدمتهم، انا كنقول رجال الامن كيديروا خدمتهم، تحيه لهم. انا ما كنوجهش، كنعيش رجال الامن حاشا، ولكن اي واحد، اي واحد كيستغل الامن، اي واحد كيستغل الامن باش يفرض السلطه باش يتعدى على الناس، لا حتى هنا لا، ما تبقاش عندك السلطه. السلطه تخدم القانون مع اي واحد، السلطه هي تخدم القانون مع اي واحد من حقك، ولكن باش نستغل البوليس وتكون السلطه ديالي هي نادي عباد الله ونحكر على عباد الله، لا، هذا الشيء ما عمره كان وما عمره خصو يكون. وحنا الحمد لله مع 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 الام ديال يوسف كنقولها وكنعاودها. واخر رساله غنبغي نقولها هي الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. اي واحد غادي في الموتور ولا سايق الموتور يدير الكاسك ديالو، يحترم القوانين، يوقف في الضو، يوقف في الستوب، وبإذن الله اللي جات من عند الله مرحبا به. الله يرحم الوالدين. الشباب اي واحد يدير لي كاسك ما غادي نخسروا والو، سواء رجوي سواء وداد، حنا جميع المسلمين الله يرحم الوالدين يديروا لي كاسك ديالهم ويحترموا القوانين ونتهناو باش الانسان ما يوقعش في مضايقات. هذا الشيء اللي كاين، حنا هذه القضيه ديال يوسف ما غاديش نسكتوا عليها نهائيا،